فاكره اي علامه في الشارع. على نصيته محطه بنزين. محطات البنزين ما هي كتير. بس انا مش ممكن اتوه عن المحطه دي. يبقى ندور. هي دي؟ لا مش هي. يبقى ندور تاني. انا اسف يا حازم بيه. انا لسه ما يئستش. هي دي المحطة حازم بيه. والشارع من هنا. اوعى تكون غلطان، مش عاوزين نورط نفسنا. انا ناقص يا حازم بيه. بس هي دي الفيلا. متأكد؟ إلا متأكد. ده انا هقول لك جوه منها ايه. اول ما تدخل هتلاقي صالون في المدخل لونه زيتي، وعلى اليميني في بار صغير، وفي الجنينة من ورا حمام سباحة. كويس. وقت النوم. كفاية كفاية. الساعة دلوقتي 2:30 صباحا، لكن لازم نغامر. ننزل شوفها. أنا؟ أيوه، اعتبرك عارف عارفاك. حاضر. حصل ايه؟ مفيش حد جوه. وبعدين؟ مش عارف. الظاهر ان كلامي كان في محله، ودي لعبه منك. صدقني يا استاذ حازم مش لعبه، انا بقول الحقيقه. طب ايه؟ دي العربيه بتاعتها. اتصرف معاها عادي جدا، انا هستخبي هنا. مساء الخير يا مدام. مين؟ انت؟ ايوه، الحمد لله انك لسه فاكراني. عاوز حاجة؟ الله، انت مش عارفة اللي حصل لي ولا ايه؟ قريت في الجرايد انك قتلت واحدة ست ونتقبض عليك من مدة. ايوه، والنهاردة اتحكم عليا بالاعدام وهربت. وانا هعمل لك ايه؟ هتعملي كتير يا ست هانم. ليلة الست دي ما اتقتلت، أنا كنت معاكي هنا، وده معناه إني بريء. وعاوز مني إيه دلوقتي؟ تشهدي بالحقيقة. حقيقة إيه؟ عاوزني أقول إنك كنت بقيت عندي عشان تطلع أنت براءة وتفضح أنا؟ أنت عبيط ولا إيه؟ أنت أحسن لك تمشي دلوقتي حالاً وإلا. وإلا إيه؟ يا هانم. تطلع مين أنت كمان؟ هقول لسيادتك، بس الأفضل إن إحنا نتكلم جوه. مش هتنام يا اماني؟ انام ازاي قبل ما اطمن على ابي؟ يعني كنا ناقصين عادل ده كمان؟ انا حاسه انه بريء، وحرام ان بريء يتظلم. اماني اماني، انا كنت عايزه اطمن، اتصرف معاك ازاي واحنا بره؟ يعني هيكون اتصرف ازاي؟ والله يا ابله كان في منتهى الادب والذوق. يعني حضرتك رئيس نيابه وتفتكر يا حضرة رئيس النيابة ان تصرفك ده قانوني؟ يا هانم انا تهمني الحقيقة، انا جاي عشان. معرفوش ولا عمري شفته. معرفوش؟ مدام افتكري، انت بتنسي ولا ايه؟ ده انت كنت فايقة ومستكرانة لما قلتيلي تعالى ده البيت بيتك، لما طلعنا فوق فوق. معرفوش. ما
متعرفنيش ازاي؟ هو احنا قابلنا بعض في اتوبيس 500؟ انا وانت اتقابلنا على سرير، يعني لازم تكوني عارفاني زي ما انا عارفك. انا مستعد اوصفها لك من جوه، هي ذات نفسها من جوه شكلها ايه؟ اخرس عادل. عادل معذور يا هانم، دي حياته. ايوه اعرفه، وكان معايا في نفس الليله اللي الست اتقتلت فيها. سمعت يا حازم بيه؟ طب ليه ما تقدمتيش للشهاده عشان تقولي الحقيقه؟ اديني قلتها اهو. قلتيها متاخره. المطلوب منك تشهدي بكده قدام المحكمه. ايه؟ انت اكيد مجنون. محكمه ايه اللي اشهد قدامها؟ انت مش عارف انا مين ومرات مين؟ ده مش مهم في نظر القانون. انا دريه خطاب. دريه خطاب مرات طلعت مرجان. سمعتي وسمعة جوزي طلعت مرجان. أظن تعرف مين هو طلعت مرجان. أعرف يا مدام، وأعرف كمان دي حياة بني آدم. أنا قلت إنه كان عندي، وأنت بقى تقدر تتصرف. أنت مش رئيس نيابة؟ دي مسائل قانونية يا مدام. قانونية أنا مش قانونية. اتفضل أنت وهو بره. قبل ما أرفع سماعة التليفون، وساعتها حاجات كتير قوي هتتغير. كده يلا بينا عادل. حازم بيه، دي طلعت مرات طلعت مرجان. ده من سوء حظك. اركب. هتعمل ايه؟ حياتك بقت مسؤولة منك، والعدالة ملهاش كبير، الحق حق.